شوفها جاهزة. زين لما جيت صحيت جيت فترة الكاميرا كنت بخلص الموضوع الإسرائيل عشان أنا هنفصل عليك. سمعت؟ هي بخلص الموضوع ما بعرف بس هذا بتجيب رسالة في بعد هذيك بتجيب رسالة 200 كلمة من إيش؟ سوي لي ما أحب التأجيل. يلا هذا ما يصير. شوف الحلم الغريب اللي بتصير يعني أنا ما أدري شلون الحلم الناس يصير حلم طويل طويل طويل. المهم في ناس عالم كثيرة كيف تسألي جابوا غالي بسم الله كيف تسألي فلان وانديام حلفي وانديام أنا بحاجة ما شفتها أصلا كيف حلمت يا ما أدري بساس ما دام حلمتها. المهم ما أدري شو مال حلمت أنا وأمس كمان يعني كثير كبير بعدين هزت الصور طيب بعدين فعنا بلايك وجيت نصلي الوضع أشياء اللي هو سام كان غرف غرف صحيح غرف صحيح يعني سألنا وياك الواحد قاعدين نحاول فيه ما بضبط كل الحمد لله سام تعلم صار حوية بعدين صلى الله عليه وسلم بلايك مشهور صارت معك شلون مرت هذه أنا كمان شوف خلاص انتهينا عشان انا وراي شوي شوف خلاص انتهينا عندنا جول محل ما كانت حلوه لا والله ما خلصت قصدي سبحان الله خير صح ما في اللي جول عنده تروح تغير الخفيات ما ادري شلون شوف انا لو جلست معك انت لابس سنان ولا كنت شوف انا عندي مسألة خلصة الواتس والله بس عليه خلصنا في الناس شوف سبحان الله صاحبتي المحل اذا بدها جوال طيب ايش تسوي تغير خفيات الجوال خفيات الجوال اي باقي يتسبب ما في حزر وين المشكله ايش المشكله ياخذ خفيف الجوال لين ما يروح الجوال عندها وين تروح تغير الخفيه مره ثانيه يعني تسوى يغير الخفيه وانا عم بمشي على الخفيه يعني ما ادري ايش جوا يعني ايش جوا حس الخفيه دي ما عجبتكم بس خلينا نخليها جوال صار بحلمي ما صار بارض الواقع يعني ايش فكرت احنا بالاستان دوني اسوي الوضع وصار معك في العلم تجيني فلوس بالحلم انا ابغى واقع يا اخي ابغى اشوف حلمي واقع خلاص يعني ايش
الاشياء اللي قاعد تصير لي بحيث انه يصير بحيث انه قاعد بفكر على الجنسيه ما تدري انه كان تاخير ورا بعض كنت اخير ورا بعض يعني تخيل قاعد اصحى الساعه 7 بعد شغلي علشان اتفضل اتفضل في المشروع ترى عبد الله يقول لك طبعا يعني انا بكون صغار ولا خاف ساعات كده عشان مش مشكله صراحه بلا مواضيع الامر من دور الراجل اللي خلص وانت بدي بنت لا لازم ترجع لهم تشوف انا ايش في طالع صار في ثاني مشكله انا كنت بس كنت بس كنت بس انت عارفه بس ما صار لما كنت حاطه فلوس اللي بطلبهم بقى اتفرج على طلعت من المشكله الامر كويس اللي شفته وزهيت الهديد كنت جوا وكل الكيس عادي بس في شوية ولد كده كتكوت وبعد